تشتد وتيرة المعارك العسكرية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية وسط تقدم متسارع للجيش الوطني عند البوابة الغربية لمحافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية في جبهة رازح أن الجيش الوطني سيطر بالكامل على بيت حشران ومعتقل عتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح، إلى جانب السيطرة النارية على مواقع الميليشيات الحوثية المتمركزة في آل الزاهر وآل الشرفة والوحدة الصحية في المديرية ذاتها. وأوضحت المصادر أن السيطرة على هذه المواقع جاءت عقب مواجهات ضارية خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية التي لاذت عناصرها بالفرار باتجاه بني معين والعلي، حيث تلقت ضربات موجعة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح، إلى جانب فقدانها مواقع استراتيجية. كما قامت الفرق الهندسية لنزع الألغام بنزع أكثر من 20 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات جوار مساكن المواطنين داخل مزارعهم وفي الطرقات العامة. نفذ الجيش الوطني كمينا محكما لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء، وأوقع بعناصر الميليشيات في منطقة شعب بأحواص جنوب جبل صوران الاستراتيجي بجبهة مديرية ناطع. وأسفر الكمين عن مصرع 2 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرين. وعقب الكمين شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في ذات المناطق. قالت مصادر عسكرية أن غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للميليشيات الحوثية جنوب غرب مديرية عبس شمال محافظة حجة. وأكد المصدر أن تدمير المنصة المسماة لدى الحوثيين بدر واحد بالإضافة إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيات المتواجدين في نفس المكان. وكانت مقاتلات التحالف العربي قد نفذت في وقت سابق عدة غارات جوية استهدفت إحداها عربة عسكرية حوثية تحمل مدفع انعيار 37 ملم في منطقة الجروف جنوب شرق منطقة بني حسن، وغارة أخرى استهدفت مجاميع حوثية في المنطقة نفسها. أتلفت قوات الجيش الوطني المرابطة في مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة 2000 لغم وعبوة متفجرة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في طرقات ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من المديرية. وقالت مصادر عسكرية إن الفرق الهندسية أتلفت نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد أن انتزعتها وجمعتها خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بصعدة. وأضاف المصدر تنوعت بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الطرقات وفي المزارع والأماكن العامة، لافتا إلى أن الميليشيات الإرهابية تعمدت تمويه الألغام بهدف الإضرار المباشر بالمدنيين، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات مسح للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام الحوثية في إطار حرصها الدائم على حياة المواطنين وممتلكاتهم وبما يمكنهم من ممارسة حياتهم بأمن وسلام.